موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالشأن الصحي، أكدت وزارة الصحة أن الفيروسات المتسببة في الجريب غير مستجدة ومعتادة، وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه تزامنا مع بداية موجة البرد تشهد تونس انتشارا للوباء الموسمي لمرض البرانكيلوت، وهو التهاب فيروسي حاد يصيب الرضع دون 12 شهرا. كما وضحت أنه لتفادي الإصابة بهذه الفيروسات يجب خاصة على كبار السن التلقيح ضد النزلة الموسمية، وكذلك بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 6 أشهر. كما أكدت وزارة الصحة على ضرورة غسل اليدين وعدم تقبيل الأطفال وخاصة الرضع، والالتزام بوضع الكمامة عند الاعتناء بالرضع في حالة وجود أعراض النزلة، مع ضرورة تجنب التجمعات وتهوية المنازل والأماكن المغلقة. كما دعت بالمناسبة عموم المواطنين إلى استكمال جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا. وطنيا، قال رئيس الغرفة الوطنية لباعة الدواجن بالتفصيل إبراهيم النفزاوي أن أسعار اللحوم البيضاء قد سجلت مؤخرا انخفاضا مقارنة بالأيام الفارطة، وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في مختلف الأسواق الأسبوعية، مؤكدا أن الإنتاج من اللحوم البيضاء متوفر. اقتصاديا، استوردت تونس أكثر من 300 منتجا حساسا، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي واردتها خلال هذه السنة، وهو ما يدل على تبعية اقتصادية ذات مستوى مخاطرة مرتفع جدا مقارنة بالمعدلات العالمية. من جهته، أوضح الأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج عبد القادر بودريغا، الذي قام بإعداد الدراسة وتولى تقديمها في إطار التظاهرة السنوية أيام المؤسسة التي تنتظم سنويا ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن أزمة جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية قد أبرزت عمق التبعية الاقتصادية التي تعيشها تونس. ختاما في أخبار العالم، قررت السلطات الصينية وقف العمل ببرنامج تتبع الهواتف المحمولة اعتبارا من 13 من شهر ديسمبر، والذي أطلق كجزء من الحملة الوقائية لمكافحة فيروس كورونا. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.